صباح الخير مشاهدينا، اهلا بيكم وحلقه جديده من بنصبح عليك. زي ما تعودتوا معانا دايما يوم الثلاث بتكون معانا فقرات متميزه. اولى فقراتنا الحقيقه هتكون خاصه بالكيان وكيان الاسره وكيفيه الحفاظ على هذا الكيان. ده بتقوم به وزاره التضامن الاجتماعي، والحقيقه الدوله مهتمه جدا ان هي تحافظ على كيان الاسره، وبالعكس وبالتالي بينعكس على الاسره المصريه وعلى المجتمع بشيء من الايجابيه. طبعا هيكون عندنا هذا الحوار مع دكتورة راندا فارس، مديرة مشروع قومي للحفاظ على كيان الأسرة بوزارة التضامن. فقرتنا الثانية هتكون خاصة بالمتاحف، والحقيقة المتاحف ليها أهمية في نشر الوعي الأسري والسياحي، ودايما بنجد أنه المتاحف بتعبر عن تاريخ وحضارة البلد. حقيقة هيكون عندنا هذا اللقاء مع المهندس حمدي محمود السطوحي، متخصص في تصميم المتاحف. هنلتقي بعد هذا التقرير الرياضي وأهم الأخبار. نعود مرة أخرى مشاهدينا وأهم الأخبار من أخبار مصر. سلطان عمان يختتم زيارته للقاهرة ويبعث ببرقية شكر وتقدير للرئيس السيسي. اليوم السابع وزير الكهرباء، الرئيس السيسي اعتبر توفير الكهرباء للمواطن قضية أمن قومي. من جريدة الأهرام، رئيس الوزراء يتابع مقترحات مشروع تطوير الهوية البصرية للطريق الدائري. من جريدة اليوم السابع، التعليم تحظر حيازة التليفون المحمول للمراقبين بامتحانات الثانوية العامة 2023. من جريدة الشروق، التعليم نتيجة صفوف النقل بالقاهرة الأسبوع المقبل. من المصري اليوم، مدير تعليم الجيزة يوجه بعدم دخول أي طالب اللجان بعد الساعة 9:15. من جريدة اليوم السابع، تصنيف الاسكواش على علي فرج يتقدم للمركز الثالث بعد التتويج ببطولتي العالم ومانشستر. من أخبار مصر، إيمان هاني تحقق الميدالية الفضية في بطولة أفريقيا للسبو. من اليوم السابع، أرجنتينية تحبس حبيبها 3 أيام بسبب الغيرة، مفيش تليفون والخروج بمواعيد. من جريدة الوطن، أسعار الذهب أمس الاثنين، عيار 24 يسجل 2857 جنيها، عيار 21 يسجل 2500 جنيه، عيار 18 يسجل 2143 جنيها، الجنيه الذهب 20,000 جنيه. آخر أخبارنا الأرصاد، طقس اليوم حار نهارا معتدل ليلا وأمطار على بعض المناطق والعظمى بالقاهرة 24 درجة. بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء، القاهرة العظمى 34 درجة، الصغرى 21 درجة، الإسكندرية العظمى 27 درجة والصغرى 18 درجة، مطروح العظمى 24 درجة والصغرى 19 درجة، سوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 24 درجة، أسوان العظمى 42 درجة والصغرى 25 درجة. دي كانت أهم الأخبار. هنلتقي بعد هذا الفاصل والمشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة ومجهودات وزارة التضامن الاجتماعي واهتمامها بهذا الجانب. هيكون عندنا هذا اللقاء مع دكتورة راندا فارس، مدير المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة بوزارة التضامن، بعد الفاصل. بنعود مرة أخرى مشاهدينا، وفقرتنا الحالية خاصة بالحفاظ على كيان الأسرة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي. والحقيقة هذا المشروع بتهتم به جدا الدولة، وهيكون معانا للحوار عن هذا الموضوع دكتورة راندا فارس، مدير مشروع قومي للحفاظ على كيان الأسرة بوزارة التضامن. صباح الخير دكتورة. صباح الخير على حضرتك، منورانا ومشرفانا. بنورك ربنا. طيب خلينا في البداية دكتورة، نحن نعرف المشاهد والمواطن الفكرة من المشروع بدأ امتى، ويعني كانت البداية حضرتك بتقولي انه تقريبا من 3 سنين كانت البداية، وبعد كده انتشر المشروع على مستوى محافظات مصر. تمام. هو يمكن وزارة التضامن الاجتماعي بدأت في تنفيذ هذا المشروع بتكليف من رئيس الجمهورية. ليه جه التكليف ده؟ جه من واقع مؤشرات اظهرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، واللي وضح ان مصر بدأت تشهد ارتفاع كبير جدا في حالات الطلاق. يمكن سنة التكليف في صيف 2018 معدلات الطلاق كانت وصلت ل 198 ألف حالة، رقم كبير جدا وجديد طبعا على المجتمع. بدأت وزارة التضامن الاجتماعي في دراسة هذه الظاهرة، ملف جديد طبعا، بدأنا نشوف ايه اهم المؤشرات اللي طلعت من الجهاز. ويمكن من اهم المؤشرات اللي لفتت النظر وقتها ان في يعني ظاهرة الطلاق المبكر.
شباب لسه في اول سنه جواز وبيتطلقوا على طول. 15% في السنه دي من حالات الطلاق المسجله كانت بين زيجات سنه اولى. طبعا ده ادانا مؤشر ان الشباب داخل مش عارف التجربه او انه اختار غلط، ويعني دايما بنأكد ان الاختيار ده 50% من النجاح بعد كده. فبدا المشروع الحقيقه على مستوى 3 محافظات كمرحله تجريبيه، كانت ساعتها اعلى معدلات طلاق في المحافظات دي. وبدانا على مستوى 4 مبادرات تدريبات داخل الجامعات المصريه وعلى مستوى المجندين مع وزاره الدفاع والداخليه ومكلفات الخدمه العامه، وطبعا شبكه تدريب شبكه من المدربين اللي يقدروا ان هم يساعدونا. اول حاجه بداناها هو اطلاق محتوى علمي متكامل، طبعا مجموعه كبيره جدا من الخبراء شاركوا، اتراجع من قبل الكنيسه المصريه ومن قبل الازهر الشريف كويس. وبدانا ننفذ هذه التدريبات على مستوى 3 محافظات واحده واحده. طبعا احنا زي ما حضرتك قلتي وتفضلتي، احنا بقى لنا حوالي 3 سنين بنشتغل، بدانا ان احنا نتوسع في هذا المشروع سواء جغرافيا، يعني احنا النهارده بنشتغل على مستوى المحافظات كلها، او من خلال مبادرات جديده لمسنا احتياج ليها من واقع العمل على الميدان. يعني النهارده المشروع بينفذ 14 مبادره مختلفه. المحتوى العلمي اللي لسه ذاكراه يمكن هو النواه الاساسيه اللي بنستند ليها، ولكن طلع منه 4 حقائب تدريبيه متخصصه بتستهدف فئات مختلفه، وبتستهدف كمان يمكن عندنا مبادره كانت خاصه بالمخطوبين. احنا في بداياتنا كنا بنستهدف المقبلين على الزواج، ولكن بنجيب المخطوبين وبنعمل تدريبات متخصصه على الارض. طب هل دكتوره بيكون في زي مثلا دورات تدريبيه لكيفيه اختيار شريك الحياه؟ بيكون في مثلا زي يعني دورات ارشاديه لتخطي الازمات واختلاف وجهات النظر احيانا بين الازواج والمخطوبين؟ هل ده بيتم من خلال الوزاره؟ هو من خلال مواد، يعني المحتوى اللي بتكلم مع حضرتك عنه هو منقسم لثلاث اجزاء مختلفه. محور خاص بالجوانب الاجتماعيه والنفسيه في الحياه الاسريه، ده بنبدا زي ما حضرتك تفضلتي بدايه من اسس اختيار شريك الحياه، مفهوم الزواج، مفهوم الخطوبه، فتره الخطوبه المفروض اي اتنين يعملوا ايه عشان نتاكد ان احنا مناسبين لبعض، وازاي نتعامل صح مع فتره الخطوبه، الحقوق والواجبات، التواصل الفعال، أسس حل المشكلات، ويمكن دي من أهم الحاجات اللي لمسناها. أسس حل المشكلات، أسس يعني حل المشكلات. طيب كانت إيه أكتر المشكلات اللي يعني رصدتوها من خلال المشروع؟ أنا عايزة أقول لحضرتك إن يمكن إحنا تقلنا جزئية أسس حل المشكلات دي 3 مرات في الدليل، لأن من واقع اللي بنشوفه في محكمة الأسرة النهاردة أسباب الطلاق يعني قد نهدم بيت على أمور بسيطة جدا لا تستحق. صحيح. وحلها بيبقى سهل. صح. ولكن للأسف يعني فن الاختلاف، لأن احنا بنسميه فن، الكثير ما بيقدروش ان هم يتعاملوا معاه، الكثير ما بيعرفوش يواجهوا مشاكلهم، كثير بيتعاملوا جوه البيت لما يبقى فيه مشكله ان هدفنا ان كل واحد يقول انت اللي غلطان. صحيح. بدل ما نحاول نوصل لنقطه في النص. فوضعنا كده بعض التدريبات داخل هذا المحتوى عن ازاي نحل مشاكلنا، وحولناها لجلسات محاكاه. يعني اي اتنين او اي شاب عايز يعرض مشكله مثلا واجهته، نقول له طب تعالى شوف هتحلها ازاي بالطريقه اللي احنا قلناها لكم. رجوعا للمحتوى تاني، طبعا عندنا كمان جوانب الخطوره اللي هي نواقيس الخطر للحياه الزوجيه، بدايه بقى من العنف الاسري والعنف القائم على النوع، الممارسات الضاره ضد الفتاه زي ختان الاناث، لان ده بيبقى ليه تاثير طبعا سلبي جدا على الحياه الزوجيه، الزواج المبكر وهو للاسف منتشر كل دي مشاكل بتظهر فيما بعد وتؤدي الى طلاق. لا قدر الله طبعا التعاطي والادمان، ونعمل ايه لو لقينا علامات، نتصرف ازاي، جزء عن التربية الإيجابية وإدارة الموارد المالية داخل الأسرة، ده الجانب الاجتماعي والنفسي. طيب عندنا طبعا الجانب الشرعي هو مفهوم الخطبة والزواج في كل من الدين المسيحي والإسلامي، وعندنا جانب الصحة الإنجابية هو جانب مهم جدا جدا طبعاً. بنتكلم فيه طبعا بشكل مكثف قوي، بداية من أهمية الفحص الطبي ما قبل الزواج، ويمكن حضرتك متابعة النهاردة وزارة الصحة يعني طورت هذه المنظومة جداً. وهي مهمة جدا، للأسف شبابنا بياخدوها بشكل صوري وهم اللي بيدفعوا الثمن بعد كده، فاحنا بنحاول نفهمهم أهميتها، أهمية تأجيل الطفل الأول، ويمكن ده ليه علاقة وطيدة بالطلاق المبكر
المبكر اللي كنت لسه بتكلم عليه، لأن لازم ندي لنفسنا فترة ومهلة مهما كان في تقارب، ولكن برضو في الآخر ما ينفعش في سنة واحدة كل واحد جاي من بيت نبقى زوج وزوجة وأب وأم في سنة واحدة. لازم نتأكد أن الحياة دي هتستمر، بدل ما يجي طفل ما يشوفش يعني ايه أسرة. بالظبط، يعني اتنين بيتطلقوا وبنشوف ده كتير جدا، والست لسه ما خلفتش. صحيح. فطفل بيطلع مش شايف طبعا نموذج الزوج ولا نموذج الأم ولا الأب والأم، بيأثر على الجيل التاني يعني. وما بيعرفش يعيش حياته بشكل مظبوط. أهمية تنظيم الأسرة والمباعدة بين الولادات، ويمكن طبعا ده يعني احنا النهارده كمان شغالين تحت مظلة برنامج تنمية الأسرة المصرية اللي أطلقتها الحكومة مارس الماضي، والمعنية بشكل كبير جدا بالملف السكاني في مصر. لان احنا زي ما قلت حضرتك احنا شغالين على مستوى الجمهوريه، شغالين مع مختلف الفئات. يمكن وانا بكلم حضرتك النهارده احنا شغالين على مستوى 140 قريه من قرى حياه كريمه، على مستوى 20 محافظه طبعا. فمهم جدا ان احنا نوصل الرسائل دي. طيب دكتوره، يمكن حضرتك اشرتي الى جزئيه مهمه جدا، انه بيكون في اكتر من دوره تدريبيه، بيكون في ارشاد ل يعني اداره الموارد يعني الاقتصاديه، وكمان كيفيه الاستفاده من الموارد دي. هل ده بيكون في مرحله قبل الزواج ولا في مرحلة الخطوبة بالنسبة للمقبلين على الزواج، ولا بيكون من خلال مثلا إتاحة فرص أو أفكار لمشروعات ممكن تكون يعني محور للدخل فيما بعد؟ كل تدريباتنا فيها المحتوى الخاص بإدارة الموارد الاقتصادية، سواء مقبلين على الزواج أو مخطوبين. الفكرة كلها إن احنا بنديهم فكرة إزاي يديروا الموارد المتاحة، إزاي يعملوا ميزانية شهرية، إزاي يتفقوا على الأولويات، لأن برضو دي من ضمن أسباب المشاكل داخل البيوت، إن ممكن كل طرف يبقى ليه توجهات وأولويات مختلفة عن التانية. فإحنا بنديهم إرشادات وبيعملوا زي كده إكسرسايز إزاي ينظموا ميزانيتهم، وإزاي يقدروا إن هم يعني يدخروا ولو قدر بسيط جداً من الميزانية الشهرية. طيب يعني حضرتك أشرتي إلى أكثر من جانب، خلينا نقول إنه حضرتك متوقعة إنه من خلال هذا المشروع نسبة الطلاق هتقل، هيكون في يعني وعي أكثر بقيمة وجود الأسرة والحفاظ على كيان الأسرة وإنعكاس هذا على المجتمع بشكل إيجابي. الحقيقة لما بيكون في يعني استقرار أسري، بيكون في نجاح في الحياة الأسرية، بينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد وعلى المجتمع. متوقع إيه بالنسبة لهذا المشروع؟ المشروع يمكن هدفه الرئيسي تدعيم الشباب بكل المعلومات اللي يقدروا من خلالها يبنوا كيان أسري مستقر ويحافظوا عليه مع الوقت. فيمكن أهم حاجة إحنا بنركز عليها عشان نقدر نقيسها هو إحنا قدرنا قد إيه نكسبهم معلومات جديدة. أي تدريب بنقوم بيه عندنا اختبارات قبلية وبعدية، كل متدرب بياخد اختبار قبل التدريب، يعني بيغطي كل محاور المحتوى اللي إحنا هنديه، وبعد ما بيخلص التدريب بياخد نفس مجموعة الأسئلة عشان نقدر نقيس إحنا قدرنا نكسبه معلومات جديدة قد إيه. خليني أقول لحضرتك يمكن 2022 متوسط اكتساب المعلومات الجديدة كانت تتراوح ما بين 23-30%، وده رقم جيد جدا. جزئية هنفرق إزاي في معدلات الطلاق يمكن بدري شوية، لأن إحنا بنستهدف المقبلين على الزواج. النهاردة في منظومة وزارة التضامن الاجتماعي قائمة عليها تحديدا عشان نشوف الناس اللي اتدربوا. إحنا لحد النهاردة الحمد لله مدربين حوالي 520 ألف شاب وفتاة، كتير. ده غير 4,600,000 على منصة مواد الرقمية. ويمكن اسمحي لي إن أنا أنوه عن هذه المنصة سريعا، إحنا أطلقنا هذه المنصة في ديسمبر 2019، وكان الهدف منها ان احنا نوفر التدريب اونلاين. المحتوى موجود ولكن بشكل مختصر شويه، يمكن التدريب اللي على الارض بيتراوح ما بين 6 ساعات وفي بعض الاحوال 18 ساعه على مدار 3 ايام حسب المبادره طبعا، ولكن المحتوى ده يعني مدته حوالي 3 ساعات ونص. والشهاده بتتوفر اونلاين ومعتمد من المجلس الاعلى للجامعات كاحد متطلبات التخرج الاختياريه للطلبه في الجامعه. فالفكره دلوقتي ان احنا عندنا مكاتب توجيه واستشارات اسريه وزاره التضامن الاجتماعي بتطور فيها، وهيبقى في منظومه مميكنه بحيث ان كل شاب وفتاه تم تدريبهم من قبل مواده هيكون في متابعه ليهم من قبل هذه المكاتب عشان نشوف لما اتجوزوا
هل احنا كملنا ولا اختلفنا ولا صحيح. روحنا المكاتب بتعملوا متابعه لده يعني ده المخطط يعني ده دلوقتي احنا مهتمين جدا ان احنا نعرف عدد لان احنا برضو خلينا نتفق احنا عندنا 30 مليون شاب وفتاه في مصر فاحنا ضربنا 520 اللي اقدر اقيس بيه انا وصلت لفين هم ال 520 مش ال 30 مليون انا لسه ما قدرتش اوصل لده طبعا من خلال المنصه بنحاول ان احنا هل الاختبارات دي بيكون فيها طبعا الجانب الاجتماعي بيكون فيها ايضا الجانب النفسي هل لو في اي مشكله ظهرت اثناء فتره التدريب بيتم تاهيله بشكل ان هو يقدر ان هو يكمل يعني الحياه دي او العلاقه بخطيبته او ايا كان او العكس يعني طيب هي الاختبارات دي هي اختبارات بتقيس درجه المعلومات ولكن درجة ليس المعلومات. سمات الشخصيه لان انا بيبقى هدفي اعرف انا وصلت بالمعلومات قد ايه خلال التدريب ولكن خليني اقول لحضرتك يمكن الفحص الطبي ما قبل الزواج الحمله الجديده او التطوير اللي تم لان الفحص موجود بقاله سنين وهو الزامي لاي اتنين هيتجوزوا ولكن وزاره الصحه اضافت اختبار نفسي بالفعل ودي طبعا خطوه مهمه جدا لان لو لا قدر الله بيبقى في مشاكل قويه في الشخصيه ممكن يأذي الطرف الاخر ممكن يكون مش على درايه انه عنده مشكله وممكن كتير جدا للاسف نكتشف ان بعد الجواز في ناس بيبقى عندهم فعلا مشاكل نفسيه وبياخدوا ادويه ومش مبلغين الطرف الثاني هل ده بيتم مثلا الكشف عنه بتكتشفوه اثناء التدريب لا ده من خلال الفحص الطبي ما قبل الزواج فندم مع وزاره ده الصحة. بيكون يعني واضح شويه من خلال التحاليل يعني الاكتشاف المبكر بالنسبه لفحوصات ما قبل الزواج بالظبط طيب في حاله انه دلوقتي مثلا المقبلين على الزواج عندهم مشروعات في يعني في كأفكار كمثلا مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر هل بيتم دعمهم من خلال مثلا تدريب أو من خلال أفكار للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالنسبة للسيدات أو للرجال أو يعني المجموعة الجميلة اللي هيتم طبعا الزواج مستقبليا ليهم أشكرك طبعا على السؤال ده يمكن وزارة التضامن الاجتماعي معنية جدا بالأسرة بداية من الطفل وهو لسه في رحم والدته بداية من مشروع الألف يوم لحد برضو ما بعد الزواج والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر يمكن وزارة التضامن عندها حزمة كبيرة جدا من البرامج اللي تخص تحديدا صحيح. هذه المشروعات زي برنامج فرصة زي برنامج مستورة وهو تحديدا لسيدات البيوت في الريف فلما بتيجي حالة زي دي احنا بنعيد توجيهها للبرامج المختصة في وزارة التضامن الاجتماعي ولكن هو فعلا هي موجودة ومتاحة وموجودة على مستوى محافظات الجمهورية كويس اكتر المشاكل اللي حضرتك واجهتيها بقى من خلال يعني التعامل مع الشباب في مرحلة قبل الزواج في مرحلة الخطوبة كانت ايه اكتر المشكلات اللي حضرتك توقفتي عندها يمكن فترة الخطوبة وفترة الاختيار يعني خلينا نرجع خطوتين دي يمكن تكون قبل الخطوبة أهم كمان يعني للأسف الشديد والأهل بيبقى لهم دور في الحتة دي احنا بنركز على المميزات فقط لا نرصد العيوب رغم ان على قد ما المميزات مهمة فالعيوب أهم كتير طبعا. ويمكن برضو الشباب بيدخلوا وبيختاروا في فترة ما بيبقاش عنده الخبرة الكافية طبعاً لأن لسه سن مبكر الأعمار صغيرة وللأسف الإنسان بياخد الاختيارات دي وبتبقى اختيارات مصيرية سواء هنشتغل إيه هنتعلم إيه هنتجوز مين صحيح. في الفترة دي صحيح. فإحنا يمكن من أهم الحاجات اللي طورناها في البرنامج إحنا عندنا تدريب كده بنديله حوالي ربع ساعة في خلال اليوم إن إحنا نفهم نفسنا الأول نفهم احتياجاتنا ايه المميزات اللي انا ما اقدرش استغنى عليها عنها في شريك عمري ايه المميزات اللي اقدر اتنازل عنها طبعا دي فكره مهمه إيه جدا ايه العيوب اللي اقدر اتعايش معاها لان الكمال لله وحده اكيد كلنا فينا عيوب بالزبط. وايه العيوب اللي انا مستحيل اعيش معاها في ناس يعني فعلا بتقدر تتاقلم بالظبط ممكن انسان يتحمل يعيش مع شخص عصبي ممكن انسان تاني مستحيل بالنسبه له نتعايش مع شخص عصبي فمهم جدا افهم احتياجاتي
مهم جدا ابقى باخد فتره الخطوبه دي كفتره حلو ان احنا نبقى مبسوطين وبنجهز البيت، ولكن مهم جدا نبقى متنبهين لنواقيس الخطر اللي ممكن تظهر. مهم ان انا اشوف شريك او شريكه عمري في مواقف صعبه، لما هيتعصب او تتعصب هيبقى عامل ازاي، لما هنختلف مع بعض هيتصرف ازاي، بتتعامل ازاي مع اهلها في البيت او بيتعامل ازاي مع مامته واخواته في البيت. كلها مؤشرات دراسه اجتماعيه اكتر يعني طبعا. ودي بتتوه عننا. من الحاجات الثانيه ان كتير من الشباب يقول لك ايه، لا ما انا لقيت فيه العيب ده بس انا هعرف اغيره. في خصال يستحيل تغييرها. طيب الخصال اللي هي يستحيل تغييرها نقدر نتعرف عليها، لانه يعني الهدف من فقرتنا هي التوعية للشباب والتعريف بهذا المشروع. يعني من اكتر الحاجات طبعا البخل، من الحاجات العصبية، والعصبية هنا ما اقصدش العصبية العادية، لا العصبية اللي هي بتبقى وصل مرحلة المرض. انسان مر بظروف في حياته وطفولته تسببت ان هو ما عندوش اللي بيقول عليه ايه انجر مانجمنت، ممكن control. يغلط، ممكن يأذي حد. من الحاجات التانية ان مثلا التدخين بشراهة، لان هي برضو من بوابات الدخول على لقدر الصحة. الله حاجات تانية مش كويسة. الراجل مثلا لو لا قدر الله الحاجات الاخلاقيه كمان. يعني في حاجات، في سمات ما بتتغيرش. صح تمام. من الحاجات اللي بنوعي بيها برضو تدخل الاهل في الحياه، الحياه الزوجيه، لان دي برضو من اكتر المشاكل اللي رصدناها اللي بتسبب للطلاق. صح. الاقارب والاهل وتدخلهم في كل صغيره وكبيره، والزوجه او الزوج اللي بيسمح بده. طب هل في الحاله دي لو انا وجدت انه في جزء مثلا مترتب على علاقه الاهل بالفتاه والشاب، هل بيكون للمشروع ده دور ايضا في التوجه الى الاهل؟ لا، ولكن بيبقى في توجيه. يعني يمكن توجيه. احنا التوجيه ده تحديدا بيبقى موجود في المبادره الخاصه بتدريبات المخطوبين، لان الاثنين بيبقوا موجودين. صح. وممكن تلاقي ان هما بيكتشفوا حاجات وهم قاعدين اثناء التدريب والحديث مع الدكاتره. طبعا طبعا بيبان. يعني انا عايزه اقول لحضرتك ان في واحده اكتشفت بعد سنه خطوبه وهي قاعده في التدريب ان خطيبها مش عايزها تشتغل بعد الجواز. طب انتوا قاعدين بقالكوا سنه مخطوبين ما اتكلمتوش في الاساسيات دي ازاي؟ ما دي من ضمن الحاجات، ان يعني الخطوبه دي المفروض بنحط تعاقد ما بيننا احنا حياتنا هتمشي ازاي. صحيح. مفيش صح او غلط، مفيش حاجه اسمها ان الصح ان الست تنزل شغل او الصح انها تقعد. الصح ان احنا الاثنين محتاجين ايه ومتفقين عليه. فده المفروض ان احنا بنحط الشروط والاتفاق، بلاش نقول طبعا. شروط، الاتفاقيات بتاعتنا او القوانين بتاعتنا اللي هنمشي عليها بعد كده. فبيحصل طبعا ان ممكن يحصل خلاف اثناء الجلسه طبعا. وهنا بيكون في التوجيه والتدخل من قبل المدرب والدكتور. طب في الحاله دي بتكمل الجوازه ولا بيتوقفوا عندها ولا بيتراجعوا ولا ايه اللي بيحصل؟ ساعات وساعات لا. يعني انا عايزه اقول لحضرتك، يمكن اقول لك تجربه كده جميله حصلت اثناء فتره الكورونا. كانت التدريبات اللي على الارض متوقفه تماما، وعملنا تدريبات تفاعليه اونلاين. فدخل معانا واحنا كنا على غير علم بده زوج وزوجه عايشين في الكويت. وبعد ما خلص التدريب بعت لنا على، كان في جروب واتساب عشان الدخول على اللينك بتاع التدريب وكده، دخل شكرنا لان احنا عرفنا بقى منه ان هو كان على وشك الانتهاء من اجراءات الطلاق هو ومراته. وبعدين لما قروا الاعلان ان في تدريب موده قال لها تعالي ندخل نشوف كده. ولما دخلوا بعد ما خلصوا، وانا بتكلم على تدريب اونلاين برضو ما غير اللي على الارض بيبقى اقوى كتير. يعني طبعا قال لها تعالي نعمل الخطوات بتاعه حل المشكلات اللي المدرب قال عليها. فهو بعت شكر، لانه لما هو ومراته قعدوا عملوا الاكسرسايز ده حلو، يقول شكرا ليكم احنا رجعنا لبعض. فبتحصل كتير ان احنا ممكن نحل مواقف، وبتحصل كتير ان تيجي بنت او شاب يقول ايه، لا والله ده انا اكتشفت ان احنا مش مناسبين. انا هعيد تفكير في الموضوع. وده مش غلط، بالعكس أكيد. احنا بننقذ ناس من ان هم يدخلوا تجربه في مشاكل اكبر. وكيان يتخدم. طبعا. لا هو افضل، ما هي فتره الخطوبه معموله طبعا. عشان كده طبعا. مش اي مشكله. حضرتك نورتينا وشرفتينا وفعلا جدا فعلا يعني حضرتك اديتينا معلومات مهمه جدا للشباب. حضرتك. بشكر حضرتك جدا دكتوره رندا فارس مدير المشروع القومي للحفاظ على كيان الاسره بوزاره التضامن. شكرا لحضرتك. سير.